ورجعنا بعد الفاصل ومكملين أصحاب برعاية شركة زين مع ضيفنا العزيز. اليوم راح نشوفه أبو خوذة، تعرفه؟ عشان نعرفه تعال نشوف التقنية. نحضر الفيديو. إلى الفيديو. يوفقك إلهي، الله يوفقك. يا لطيف يا لطيف، واني مارق لقيت حفرة جنب البيت. خلينا نشوف البنية التحتية مع بعض. يلا يا رب. هاي مرقنا من هون، هسا ندخل هيك. يا سلام، وصلنا للأعماق. هسا هيك مندور براحتنا. إبراهيم رحمني، إبراهيم رحمني. يا سلام يا سلام، شوف شوف نزلت المرسيدس عليها مثلها. يا سلام يا سلام، شجرة صح طالعة من الأرض 100%. إخوان هاي مش مسروقة، والله ما هي مسروقة. ها طلعوا، ها ها مثبتة بالأرض صح، مزروعة مزروعة هون. عظمة على عظمة يا ست. انحلت ولا ما انحلت؟ انحلت ولا ما انحلت؟ انت خليك قاعد بمكتبك، الله يسر امورك. يا ابو خوذة هو اللي بحل. امسك لنا قنوة بعد شوية. تعرف شو دعاء خروج من الكزية؟ شو؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. بعض الاوقات انت بتتفاجأ بسواقة النسوان، ولكن غالبا انت ما بتلحق تتفاجأ، بتكون ام ربحي بلعتك القزاز. هيك لا صف يمين ولا شمال، انا صف المصربي. هي انا صف صح، انت بالنص طلعي. هي الخط شو مكتوب هون؟ تمهل، يعني ذو احتياجات خاصه. في عندنا هون مركز ذو احتياجات خاصه. انا من وين امرق؟ هذا مش مطب، هذا مشروع مطب شافته ملكه السويد. منطقه جزاء، هنالك لمسه يد، هنالك لمسه يد. هل هي متعمده ام لا؟ الله 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 الله. ما فيش مصاصة للأسف. والله حماية حماية، آمن لنا ولا فكرتك تصور فيلم حية. قلت العمى بعيونه العمى. لك أنا مشغلني إنه الزبالة اللي بالشوارع بتنضف، بس زبالة المخ شو اللي بنضفها؟ ايش النشمه؟ هاي اثنين؟ استنى الثالثة، استنى ايه؟ اخر حبة اللي تحبه. حبايب القلب. انت مش انسان. صح. انت ما عندكش اي ضمير. صح. واللي بيتعمل فيها احسن من كده كمان، اكثر من كده كمان. هاي هاي هاي، هاي ليش موجودة بالشارع؟ فهموني ايش؟ مكتة سجاير؟ مثلا باجي بالليل بتعلل هون بكت فيها سجاير؟ هايها فاضية. ها هاي بنص الشارع. هاي ايش؟ ايش هاي بالضبط؟ هاي فتحة تهوية؟ هاي فتحة تهوية؟ ما في، من يا دوب رجعت. صلحة صلحة صلحة. الله يجعلها أكبر المصايب. شكرا على الله. كيف حالك؟ اهلا وسهلا، تفضل 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 تفضل. جبنا لك ايش تشربه، بس مش عارف بدك تشربه. اهلا. اسمع صراحه 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 صراحه، يعطيك العافيه. جد الكونتنت بضحك. الله يسعدك يا ربي. الله يعافيك يا رب. يعني بودي احكي لك تفضل، جايبين لك قهوه في شلمونه صعب بس شوي. الله يسعدكم يا رب.
انا والله مبسوط معاكم بالاستضافه يا الله. استاذ خالد واستاذ عمر اهلا وسهلا. قلت لي استاذ والله استاذ ابو خوذه امرني. ليه ما بتحب طب هيك سؤال اول ليه ما بتحب تبين شخصيتك؟ اني ابين شخصيتي بدك الصراحه هي الهدف مش الشهره. يعني كان بالبدايه انه مش شهره ما بدنا انه ننشر وهيك وخلص نعمل إشي بدون ما الناس تعرف الشخصيه وهيك وإشي حلو انك تكون غامض الناس حبوا هذا الغموض صح. كمان بدك الصراحه يعني تسمع فيدباك الناس. انا بشتح الخوذه بغير اللبس بطلع بين الناس بلاقي واحد بيفتح فيديوهاتي بسمع ردة فعله. هذا الاشي لو كنت مشهور شايف وعارفين وجهي ما بقدر يحكي الاشي الصح قدامي صح. راح يكون في فلتر عامل فلتر للكلام انه هذا البني ادم لا والله انت منيح والله يسعدك كله مجاملات. اما هيك انا بسمع كل اشي العاطل واللي منيح. بس فعليا بتعرف يعني الاشي التنكر اللي انت عملته علشان تخبي شخصيتك الحقيقية هو او عشان انت مش هدفك الشهره هو اللي شهرك صراحة. يعني تنكرك المتميز هو اللي خلى الناس تعرفك. الناس حبوا الغموض الناس بتحب الاشي الغامض جد. مزبوط مزبوط. شو اول فيديو شفتك بدي حاب تسال شو اول فيديو المفروض الواحد يسال شو اول فيديو عملته كيف خطرت كيف اجت الفكره اصلا كيف اجت الفكرة اول فيديو عملته كيف اجت الفكره زين العزيز كنت انشر على حسابي بالبدايه يعني انه الي بشكل شخصي شريت كاميرا وهيك وقلت خليني لفلف في الدراجه واصور لانه بعد ما صار مواقف بلاوي وهيك واشوف هذا يدخل على هذا والناس مش ملتزمه قلت لازم اعمل إشي توعوي لازم. فكرت ادور على اسم ايش اسمي بدي اسم الناس يضلوا حافظينه ايش الاشي المميز بال هيك دالك ما هي شو بقول لك شو الاشي المميز بالدراج خوذته فسميناه ابو خوذه. عملنا اللوجو اول ما بلشنا الا ب 27/6/2022 الله يعني فترة ما الناس قل 6 أشهر تقريبا 5 شهور لسه ما صرنا 6. فالحمد لله الناس والله حبت الفكرة بلشنا ننشر فيديو من هون فيديو من هون نبين أخطاء السواقين الدراجين نفسهم صاروا يحكوا لنا والله أنت مفيد. بدك الصراحة صابني انتكاسة يعني إنه مثلا إنه أبطل صار في شغلة تعب وفيش فضاوة وهيك بس بدك الصراحة خلاني أكمل وأستمر كلام الناس يعني صح. تخيل انت تكون هيك خلص بديش بكره انشر فيديو بديش اعمل اشي يجيك رساله بنص الليل والله اني بتابع محتواك والله انك مرتب والله انك فخم والاشي اللي انت بتعمله يعني والله اشي حلو فاستمر. هذا خلاني صح. الناس مش بس بالاطراءات اللي عم تعطيك اياها بلشت الناس تساعدك في الموضوع انه تعال في بالشارع الفلاني مثلا حفره تعرف تعال شوف هاي المشكله. كم باليوم بوصلني مسج والله قبل ما ادخل عندكم بنص ساعه وصلني مسج على حفره بلاوي وصلنا. بس انا عجبتني الابتكار بتدخل صوت معلقين وفار وهيك هو لازم تعمل اشياء شد انتباهي صراحه. شنو هو هذا؟ كنت بدي اسالك سؤال انت نسيتني اياه كان خاطر ببالي فكر بسؤالك. احنا شايفين نحط كاميرا وجو برو وهلا وبتعمل اديتنج حلو وبتركب صوت حلو على المقاطع بطريقه لذيذه يعني قريبه للقلب. هل انت اصلا كان عندك خبره مثلا في التصوير والاديتنج ولا هذا تعلمته مع شوف انا واحد من الناس ما بحب التصوير عمري ما مسكت كاميرا وصورت تخيل. بس انا طبيعه شغلي موشن جرافيك بشركه بشتغل فمن خبرتي بالمونتاج بالجرافيك وهيك شو اسمه قدرت اني اعمل محتوى حلو بصراحه والكاميرات ساعدت صراحه وقدرت يعني اتصرف اتعامل معهم بسهوله طبعا اكيد. طب كم شخص بيعرف شخصيتك الحقيقيه؟ في ناس اكيد بيعرف يعني محدودين زي سبايدر مان يعني بالشركه اللي انا بشتغل فيها في ناس بيعرفوا بس طبعا بدعميني اول ناس بدعميني والله هم. في كمان الجيران اكيد بيعرفوا برضه كثير بشوفوك انت طالع يعني هذا طالع من اكيد مين هذا؟ احنا انه في جار لنا يعني اكتشف من فتره قصيره يعني قبل 4 أيام بحكي لي انه انت ابو خوذه طبعا قلت له لا. طب انت دائما معي طب على فكره تحكي. انت طب اصلا مش كلمتنا طب كلمه دانا انا كنت احكي له عن حفره موجوده. هلا انت الشغل اللي بتشتغله فيه خطوره كثير على حياتك من فكرة انك اصلا على دراجة لا الحفر اللي بتنزل فيها والمناطق اللي بتروح عليها شو اخطر مكان رحت عليه لحد هسه؟ اخطر مكان شوف بدك الصراحة هلا في خطورة مثلا على الدراج نحكي انه نصنفها اشي على المشاة اشي لا هيك دراج اي حفرة
ممكن تأثر على الدراج طبعا. حفرة مبالغ فيها، مش حفرة صغيرة، حفرة مبالغ فيها. عجل واحد كمان يعني وقعت الدراج صعبة. أقل وقعة يعني إذا الله يا ربي يكف الشر عن الجميع، مش ما توفى الله يا ربي يسلم الجميع، راح تنكسر إيده، راح يتضرر جسديا، وهذا إشي مكلف عليه وكمان راح يضره، لا راح يشتغل ولا راح يعمل صح. وفترة العلاج لحالها هي مشكلة. فالضرر الأول هو على الدراجين، يعني أي حفرة صغيرة هي بتضر، وبالذات الدراجين ما إله يعني ما إله مثلا حديد ما في شيء يعني. بالسيارة في عندك 6 إيرباك على أبواب على بودي يحميك، أما هون لك رحمة رب العالمين صح. بس شو نصيحتك لسائقين الدراجات؟ نصيحتي لسائقين بشوارعنا ال 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 شوف، بما إني أنا بمنبر إعلامي أنا بدي أوجه رسالة وبتمنى إنه عن طريقك توصل تمام. هسا عندي 3 رسائل للدراجين. أول إشي بنحكي لهم إنه انتبهوا يا جماعة، ما حدا ينغر بحاله. الدراجة يا جماعة جد مغري، يعني مجرد ما تركب عليها سهل إنك أنت خلاص بدك تفعل بدك تعمل وتسوي وتدعس، طلع كل الأدرينالين اللي جواك. بس لا، المفروض إنه الدراج يكون واعي، بيعرف شو بتصرف، ما يرخي دانه للي جنبه على الإشارة يقول له ادعس وشد وسابق يلا. يحكي له الله يحمينا ويحميك يحكي له الله يحمينا ويحميك، أنا بدي أرجع لأهلي سالم غانم وما حدا يزعل على وفاتي، لا سمح الله إن صار معي إشي أو أي حادث. إن شاء الله يبعد الشر عن الجميع يعني. آمين يا ربي. وكمان إنه يتقيد بالسيفتي، هاي خوذة مصنفة، مش خوذة مش مصنفة، يعني الخوذة اللي مش مصنفة زي البطيخة حقها يعني بسيط 30 دينار يعني، خلينا نحكي الخوذة مش مصنفة، وزي البطيخة رميها زي هيك تنكسر. أما الخوذة الأصلية المصنفة هي ماشي غالية، بس بعينك الله يعني تشتريها عشان تحمي حالك. لو طلعت عليها عجل سيارة ما بصير إشي، وموجود هذا الاختبارات على اليوتيوب. اسمعوا من أبو خوذة والبسوا خوذة جد. الرسالة الثانية يا سيد العزيز، بتمنى بالله من خلالكم هتوصل، إن الحكومة تحدد أعمار معينة لسواقين الدراجات. يعني الأعمار الصغيرة 18 و19 هم أكبر نسبة وفيات في الدراجات، لأنه مش واعي. معلش أستاذ عمر أستاذ خالد، أنتوا كنتوا يعني بمرحلة 18، كلنا فينا طبعاً. هذا الحماس الزايد طبعاً. كلنا فينا هاي المغامرات، بدنا نعيش، بدنا نعمل صح. بدنا نسوي، مستعجلين يعني، بدنا نعمل كل إشي بهذا العمر. بس أنت غلط والله. يعني أنت برأيك أو من خلال تجربتك إيش العمر اللي لازم يبلش فيه صراحة الشخصي 24 وطالع يعني بكون ها في عندك جولة بالحياة، تكون سايق سيارة مثلاً، عارف أبعاد الطرق وهيك يعني، متمكن من الطرق والناس كيف مثلاً ممكن إنه تغلط بتفوت عليك يمين شمال، وبتكون مدرك للأمور، بكون عندك وعي خلص. أنت كبرت شوي، مرحلة الشعطان خلينا نحكي يعني بالعامية بكون خلصت منها شوية، هلا بتصير مرحلة الرايق الراكز صح. أما الأعمار الصغيرة والله هي اللي بتكون متحمس للحياة. طب ما هي طب احكينا آخر رسالة معلش. لا كمل طبعاً. الله يسعدك يا ربي. آخر رسالة يا سيدي العزيز هي لمراكز التدريب، بس كلمتين، اتقوا الله في تدريبكم للناس، مش كلهم، بعض مراكز التدريب عشان ما نعمم، لأنه في مراكز التدريب ما بتعمل أي إشي للدراج، بس اركب على هالدراج لف في الميدان أو المضمار بتطلع عليك بقول الدراج كيف أنا تمام، هو لا متطلع عليه ولا شايف إيش بعمل، بقول له تمام 100%، وهم سبب دمار أغلب الشباب. وأنا بتوصلني رسائل عن أغلب مراكز التدريب ما بيدربوا منيح، في عندهم مشاكل، ما بتطلعوا علينا ولا بيحكوا لنا نصائح ولا إشي، ولا بيعيشوهم جو الدراج على الطريق. انت ايام تدربت على السيارة بتطلع بين الناس بالسيارات، جنبك مدرب، بالدراجة ساحة فاضية بتلفلف لحالك صح. اتقوا الله بالدراجين، اتقوا الله بالدراجين. وبتمنى الحكومة تعمل تجديد على مراكز التدريب على بعضها، ما منعمم لانه في ناس محترمة ومنيحة، على بعض مراكز التدريب لانه هم اللي بتقلدوا الشباب. طب كم الفترة المناسبة لواحد، انا هني ما بعرف اسوق بحياتي ما جربت، كم فترة مناسبة جد اني اتدرب واسير؟ خايف من يعني انا بصراحة عندي خوف من الدراجات، انا بخاف أنا بس اشوف واحد قدام معاه دراجة بحكي هو مش شايف الحياة زينة فببعد عنه. في ناس لا بتحب تلز عليه، بحس هذا انا خوف. ما بفهمهم يعني بالعكس، خوفك انت كواحد بسوق دراجة. انا كثير ناس تلزوا علي، تخيل بس انه بيلز عليك بغرض انه يمزح، وانت بالنسبه لك ممكن هو بس هو لز عليك تدعس او تشد او تعمل اي شيء حركه عشوائيه انت راح تصير لك شيء ممكن يعني. انت تفديته مثلا على الاخر زي قلبت وقعت على الارض تكسرت وهيك. طب سائق الدراجه اذا صار او اذا واجه هاي المضايقات في الشارع شو الحل؟ يصف اذا كان شوف الاختصار انتصار، ما يعابط، لانه بدك الصراحه الحلقه الاضعف بالشارع لو شو ما كنت قوي بنية جسدية ولا دراجتك 1400 سيسي انت الأضعف، نكشة صغيرة زي هيك توقع، انت مقلنا عن هذا الاشي.
انت لازم تكون رايق تختصر، الاختصار عند الدراج انتصار. اما انت واحد لز عليك تروح تطاوش فيه وتروح تسابقه وتروح تلز عليه، لا هو نكش صغير بطرف العجل بقلبك. والله يحمي الجميع اكيد، بس انت هدي اعصابك وحاول اختصر. صار معك موقف عادي وقف، خلي الموقف يروح، اذا ضل وراك ينتبهلك بعدين يطلع انت. هيك انت بتحمي حالك وبتشتري راحة بالك. عمرك واجهت حادث يعني بعيد الشر عن الجميع، حادث مميت معي انا او مع حدا بتعرفه؟ بصراحه قبل يعني فتره يمكن 5 أيام او 4 أيام توفى زميلنا الدراج غاندي، الله يرحمه يا رب. غاندي روما، الله يرحمه يا رب وصبر اهله. هاي انتشرت طبعا على وسائل التواصل الاجتماعي، انتم يمكن شفتوها، عن الحفر الموجوده بشارع الجيش، وطلع والده صرح انه هاي مات ابني بسبب الحفر، وكله بسبب الحفر، وغاندي ابني بطل وشاطر وهيك. وانا نشرت هذا المقطع والناس حتى ودوا لي اياه، يعني كميه الرسائل اللي اجتني عشان انا بشكي دائما على الحفر وهيك كبيره، ما توقعتها هيك. احكي عن الموضوع، احكي عن الموضوع. عمري ما نزلت فيديو الساعه 12، بهذا اليوم نزلت الفيديو الساعه 12، وهو فيديو صرخه الاب على ابنه كيف موجوع على وفاه ابنه، وانه بسبب الحفر وهيك. وتاني يوم ما صدقت على الله يطلع النهار عشان اروح واصور افرج الناس اسباب اللي بتسبب الوفاه للدراجين او الاضرار. ورحت على شارع الجيش تاني يوم من الصبح، صورت مكان الحادث، محل ما وقع وتوفى الشاب، الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. والحمد لله رب العالمين. ان شاء الله مستنى الاستجابه من الحكومه. في حفر مفتوحه فتحه تهويه بشارع الجيش، هاي بشارع الجيش تحتيه سيل لمياه الامطار، في فتحه تهويه بنص الشارع. فتحات التهويه المفروض تكون باحجام مناسبه، يعني حجم يعني لهم قياسات عالميه، مغطية مسكرة فيها منافذ يعني شبك أو إشي عشان ما حدا يوقع فيها وهيك. هاي فتحتها وهي مفتوحة ماشي، حجمها صغير ما بتضر الدراجات، بس في حجم كبير صح. طب أنا مش سائق دراجة، حيوانات مثلا ممكن بس صغيرة تقطع الشارع، تلاقي هاي المنهل مفتوح ومش منهل، زي فتحة صغيرة تزرق منها صح. وين توقع في المية نص تحت، أنا نزلت كمان تحت على المية، محل تجمع المي والمجرى طبعا. لا بس صورت. يعني بصراحه بدي احكي لك الله يزيد من امثالك، ونضل هيك دايرين بالنا على حالنا ودايرين بالنا على بعض ان شاء الله يا رب. واللي بيلاقي مشكله صغيره مش غلط ننبه بعض وننبه الامانه. انا حكيت للناس انت ما بدك تشكي يا عمي، ابعث لي وانا مستعد اوصلها واشكي عليها. الحمد لله رب العالمين الناس صارت تستجيب، وانا كمان مش بس انه يعني ببعث للامانه، وانا بختبر كمان بالامانه. يعني انا ما مش شرط انه كل فيديو اصوره بالبدايه واحكي لهم انه هي في حفره هون، لا انا بقدم الشكوى، بكون مصور الفيديو بس تجهز، بشوف كميه الانجاز او متى انجزوها، ان شاء الله بعد يومين، ان شاء الله بعد 20 يوم، ان شاء الله ما سووها ويا ريت ما يسووها، بحكي عنها كل صراحه وشفافيه عشان الناس تعرف. بس الحمد لله لحد الان ما في شيء صار من هذا. بترجع طيب للنقاط هذولاك وبتحكي والله هي وعملوا هاي النقطه؟ تتاكد طبعا لازم تضلك تطمن على الموضوع. هذا شيء كويس. الشيء اللي بشوفه اليوم يعني في حفره مثلا يوم الخميس، الفيسبوك انطبل عندي كلهم منشن ابو خوذ ابو خوذ ابو خوذ، اللي يبعث لي رسائل وهيك. يوم الخميس الصبح، يوم الاربعاء بالليل يا ربي هذا حكي، الخميس الصبح كنت في منطقه السابع، نشام اداره السير والله هم اللي مبلغين عنها وحاطين حاجز انه في هذا، وسالتهم. برافو، الله يعطيهم الصحة والعافية. الله يعطيهم الصحة والعافية. الحمد لله انحلت بنفس اليوم. الحمد لله. يعني بصراحة شكرا لشجاعتك. الله يسعدك. بدي اجيب لك شلمونة ونشربك من مية اكوا جوردن فيها فيتامينات عشان تقويك تستمر. عشان تستمر. بس قبل ما نعمل هاي الحركة بدنا تساعدنا في قفلة الحلقة، شو رأيك؟ جاهز؟ جاهز. نعطيك سطر بس بدك تحكي. اها بكل بساطة. تمام. اول شيء شكرا لك ابو خوذة، احنا كثير انبسطنا معك. الله يخليك. بتقدر توجه كلامك للكاميرا وتشكرهم انهم تابعونا اليوم. هسه بدك تحكي طبعا مشاهدينا الحلوين. نشكرك هذا السطر. ايش هي؟ احكي احكي بدك اياه. يلا. تمام. مشاهدينا الكرام، انا والله مبسوط اكيد باستضافة عمان تي في وبرنامج اصحاب مع الشباب الحلوين. صحيح احنا ليش ننسى نضيف كل الناس، انتوا انت جايين تضيفوني صحيح؟ ايوه جايين تضيفوني. حلو. يسلموا يسلموا. والله يعطيكم العافيه يا جماعه، وانا مبسوط والله على الاستضافه، وبتمنى الكل يعني اي حفره يلاقيها يشكي عنها، ما يخاف في مساله الخوف، يعني انت مش راح يقطعوا راسك بالنهايه، يعني عادي اشكي زيك زي اي مواطن، حقك هذا الاشي يعني بالمشرمح، انت دافع حقه يعني ضرائب، ولكن انت دافع حقه وهم هيك بيحكوا لك.
ندير بالنا على بعض ونحن بعض يعني ونحب بلدنا ونطمن عليه ونضل دايرين بالنا عليه وما يركنوا على بعض أكيد صح.